الله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورب الخير جميعا. راح نتكلم إن شاء الله بإذن الله بشكل مبدئي عن الجافا سكريبت ديتس. ديتس ديت يا جماعة ده أوبجكت، الأوبجكت ده بيتعامل مع التواريخ، سنين شهور أيام ساعات دقايق ثواني وملي ثانية كمان، ولي طبعا فورماتس مختلفة. لو حبينا في حلقة اليوم بس هنحاول نبتدي نتكلم عن ازاي اعمل ديسبلاي للديت باستخدام الكونستراكتور ديت. الفكرة ببساطة لو انا رحت انا عندي بوتون وفانكشن، البوتون ديت فيها زرار، الزرار ده انا هستدعي فيه الفانكشن اسمها ماي ديت. الماي ديت الفانكشن ديت انا هكتب فيها الكونستراكتور بتاع ديت. وانت واخد بالك ان انا لما جيت اكتب الكونستراكتور كتبت حرف الدي كابيتال، وانت عارف ان الكونستراكتور ده هو اللي ايام زمان اتكلمنا عنه في انه هو مسؤول عن انه يطلع لنا الديت، وديت واحده من ضمن الحاجات طبعا يعني. فبعدين هروح استدعي الفانكشن او اكتب اسم الفانكشن بتاعي فوق لما اضغط على البوتون. فلما اضغط على البوتون كليك مي ديت راح يستدعي لي الفانكشن دي، الفانكشن ديت راح تستدعي لي الاوبجكت ديت اللي فين في اليرت. لو ضغطت عليها هتطلع لي الاوبجكت ديت وتكتب لي تاريخ اليوم في اليرت. ده بشكل مبدئي كده، وان شاء الله باذن الله في السيريز الجاي راح نتكلم مور ان ديبث على موضوع التاريخ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.